بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. توجيهات سراجية للحياة الزوجية، سلسلة طيبة مباركة من تراث شيخ الإسلام الإمام المفسر المحدث الشيخ عبد الله سراج الدين الحسيني رضي الله تعالى عنه وأرضاه. يقول رحمه الله تعالى في كتابه: سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، شمائله الحميدة، خصاله المجيدة، كريم عشرته وحسن معاملته صلى الله عليه وسلم مع زوجاته وسائر أهله. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كريم العشرة مع زوجاته وسائر أهله، يلاطفهن ويمازحهن ويعاملهن بالود والإحسان. روى الترمذي عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي. وزاد ابن عساكر في روايته: ما أكرم النساء إلا كريم، ولا أهانهن إلا لئيم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وألطفهم بأهله. رواه الترمذي. وروى الحاكم وقال صحيح الإسناد عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيركم خيركم للنساء. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، وخياركم خياركم لنسائهم. رواه الترمذي وقال حسن صحيح. وروى ابن سعد عن عائشة رضي الله عنها أنها سئلت: كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خلا في بيته؟ فقالت: كان ألين الناس بساما ضحاكا، لم ير قط ماد رجليه بين أصحابه صلى الله عليه وسلم، وذلك لعظيم أدبه وكمال وقاره. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره وأنا جارية، أي حديثة السن، لم أحمل اللحم ولم أبدن، فقال للناس: تقدموا، فتقدموا. ثم قال لعائشة رضي الله عنها: تعالي حتى أسابقك. فسابقته صلى الله عليه وسلم فسبقته، فسكت عني حتى حملت اللحم وبدنت وسمنت. فخرجت معه صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، فقال صلى الله عليه وسلم: تقدموا، فتقدموا. ثم قال: تعالي أسابقك. قالت عائشة رضي الله عنها: فسبقني. فجعل يضحك صلى الله عليه وسلم ويقول: هذه بتلك. رواه أبو داود وأحمد، والحمد لله رب العالمين.